السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا في اليوم السابع. في الأول بنتقدم بخالص التعازي لأسرة المهندس أحمد عبد الرحمن الصوابي، 38 عام، الذي لقى مصرعه أمس أثناء إنقاذ نجلته الطفلة من حادث غرق أثناء قضاء أجازة عيد الفطر المبارك بشواطئ مرسى مطروح. بيتم الآن تأديت صلاة الجنازة عليه بمسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. حضر الجنازة أهله وأصدقائه. خالص تعازينا لأسرة المتوفي، ربنا يرحمه. يمكن المسجد يعني امتلأ بالمصلين، وأمام المسجد افترش عدد من المصلين المصليات لتأديت صلاة الجنازة. يمكن البداية كانت أمس بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا بمحاولة إنقاذ مواطن على شواطئ عروس الأبيض بغرب مطروح. حاول فريق إنقاذ المهندس رحمة الله عليه، لكن فشلت محاولات إنقاذه. وصل إلى المستشفى مطروح العام جثة هامدة، كما وصلت نجلته ريتال 11 عاما وتم محاولة إسعافها. المهندس كان بيقضي أجازة عيد الفطر المبارك وأسرته في شواطئ عروس الأبيض بغرب مطروح، وكان قضاء الله يعني أنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذ نجلته ريتال 11 عام من الغرق. يمكن كمان الأهالي هنا أجمعوا أن المهندس أحمد الصوابي 38 عام رحمة الله عليه كان محب للعمل الخير، وكان دايما بيتاجر مع الله، ويعني قبل رمضان ما ينتهي أعد شهادات تقدير لعدد من الأطفال الذين تمكنوا من صيام شهر رمضان هذا العام لتشجيعهم، وأرسلها ليهم مجانا للمنازل. احنا معكم متابعينا في اليوم السابع من امام مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان. بتم الان تأديت صلاة الجنازة على المهندس احمد صوابي ابن مدينة العاشر من رمضان، الذي لقى مصرعه امس اثناء محاولة انقاذ نجلته من الغرق بشاطئ عروس الابيض بمطروح. حالة من الحزن الشديد هنا بين الاهالي واصدقاء الراحل رحمة الله عليه. الجميع اشهد انه كان محب للخير، وكان دايما بيتاجر مع الله، وكان دايما يعني قبل وفاته أدخل البهجة والسرور على عدد من أطفال مدينة العاشر من رمضان، من قاموا بالصيام الشهر كامل، بعد لهم شهادات تكريم وتقدير وأرسلها لهم للمنازل. يمكن حالة من الحزن الشديد هنا بين أهالي مدينة العاشر من رمضان وأصدقاء الراحل رحمة الله عليه. يمكن بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا بمحاولة إنقاذ شخص على شاطئ عروس الأبيض بغرب مطروح. فشلت محاولة إسعافه على الشاطئ وتم نقله إلى مستشفى مطروح العام، ولكنه كان قد فارق الحياة متأثرا بإصابته بالغرق أثناء محاولة إنقاذ نجلته ريتال 11 عاما من الغرق. كان بيتم الآن تأديت صلاة الجنازة على الراحل. كان عدد كبير من الأهالي حرصوا ان هم يحضروا الجنازة. يمكن المسجد يعني امتلأ بالمصلين، دي ساحة المسجد وامامه افترش عدد من المصلين المصليات امام المسجد للمشاركة في تأدية صلاة الجنازة على الراحل. Thank you.
بيتم حاليا متابعينا في اليوم السابع تأديت صلاة الجنازة على المهندس الراحل أحمد إبراهيم عبد الرحمن الصوابي 38 عام ابن مدينة العاشر من رمضان. يقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا. يمكن احنا المسجد يعني ممتلئ بالمصلين. ساحة المسجد أيضا امتلأت بالمصلين من أهالي مدينة العاشر من رمضان. بيتم حاليا تأدية صلاة الجنازة على المهندس أحمد إبراهيم عبد الرحمن الصوابي بمسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان.
انتهى المصلين من تأدية صلاة الجنازة على المهندس الراحل أحمد عبد الرحمن صوابي من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان. يعني الجميع هنا بيدعي ليه بالرحمة والمغفرة. حالة من الحزن الشديد بين أهالي مدينة العاشر من رمضان. نتقدم بخالص التعازي لأهالي مدينة العاشر من رمضان ولأسرة الراحل رحمة الله عليه. تعزينا لأسرة الراحل المهندس أحمد خطابي رحمة الله عليه. تعالوا هنا شويه بقى.